السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة سوزوفي. والموضوع ديال اليوم هو لو بروغرام ديتوكس أو النظام الغذائي باش تنقيو الجسم ديالنا من السموم ومن المواد اللي هي سامة. واحد الحاجة اللي خصنا نعرفوها كاملين أنه ما كاينش شي إنسان أو لا شخص اللي ما تيحتاج أنه ينظف الجسم ديالو من الداخل، ما تنهدرش على الخارج، حيت خصوصا الأنظمة الغذائية اللي تما يكونوا عندنا غنية بالدهنيات وبالسكريات وكذلك بالمواد الاصطناعية وبالمواد المسرطنة اللي هما يتندخلوهم بطريقة مباشرة أو لا غير مباشرة بلا ما نعرفوها. لا ديتوكس أو لا لو بروغرام دو ديتوكس، يعني التنقية أو لا تنظيف الجسم، ضروري مخصو يتدار مرة في العام أو لا جوج الخطرات في العام، أو لا نقدروا نستعملوا هذا لو بروغرام دو ديتوكس خلال تغيير الموسم، يعني شونجمون دو سيزون، ما بين الصيف والخريف، ما بين الخريف والشتاء، ما بين الخريف والربيع أو لا الربيع والصيف. هنايا الشخص تيختار الموسم اللي بغى يدير فيه تنظيف الجسم ديالو، علاش؟ باش نقادو الساعه البيولوجيه وكذلك نحيدو هذوك السموم وهذوك الميكروبات اللي تيكونوا في الجسم ديالنا. لا ديتوكس تتدار خصوصا على قبل الامعاء، حيت الامعاء هما كلشي، تماك في تمصو المواد الغذائيه اللي تيحتاجها الجسم ديالنا، حيت الا بقاو هذوك الامعاء ما تغسلوش مزيان شنو تيوقع لينا؟ تيوقع لينا هذاك التراكم ديال السموم. نعطي لكم مثال بسيط باش دغيا تفهموا، بحال ملي الواحد خصوصا البنات هما اللي غادي يفهموا هذا الشيء، ملي تتغسل الوجه ديالها وتدير لي سوان ديالها، تدير الماسك ديالها، ومن بعد تدير المكياج، البنت اللي ما تتغسلش وجهها وما تتنقيش وجهها من المكياج شنو تيوقع لها؟ اي بنت تتعرف هذه المعلومه، يعني الا درت الفون دو تان، لاكوش الاولانيه، لاكوش الثانيه، لاكوش الثالثه، شنو تيوقع؟ الوجه ما تيبقاش يبان فيه داك المكياج. ثاني حاجه انه لي بوين نوار تيتزادوا بزاف. ثالث حاجه الحبوب تيخرجوا. ورابع حاجه تنسدوا المسام ديال الوجه. نفس الحاجه داكشي اللي تيوقع في الامعاء، داكشي باش خصنا نصفيو دوك الامعاء ديالنا واحد شويه باش نستافدوا من المواد الغذائيه. ديتوكس بحال الفيدونج اللي تنديروا الطوموبيلات، من مورا ما تضرب الطوموبيل 5000 كيلومتر اولا 7000 كيلومتر تندير لها الفيدونج باش نتكيسوا على الموتور ديال الطوموبيل. كذلك الجسم نفس الحاجه اللي تيوقع ليه، باش نرجعوا الطاقه ونحيدوا هذيك الطاقه السلبيه اللي تتكون في الجسم ديالنا والسموم، تنديروا ليه هذا البروغرام دو ديتوكس. وكذلك الناس اللي تيتشكاو بزاف من انتفاخ ديال البطن وديك الكرش اللي ما بغاش تحيد واخا السبور، خصكم ديروا الديتوكس كامل. لا ديتوكس تتدار بالنسبه للناس اللي يلاه كملوا لو سيكل دو شيميو ثيرابي، اللي يلاه دير كملوا لا شيميو، اللي يلاه كملوا الاشعه لا راديو ثيرابي، اللي باغيين ينقصوا في الوزن واللي باغيين يزيدوا في الوزن، وكذلك اللي تيتشكاو من لو ستريس. لا ديتوكس مهمه بالنسبه للناس كاملين، تنديروها خطره في العام اولا جوج الخطرات في العام، يعني مره في 6 شهور. شحال المده ديالها؟ تتراوح ما بين 3 ايام حتى شهر، يعني على حسب القدره ديال هذاك الانسان. ما نقدرش نلزم شي حد انه يدير داك لو بروغرام دو ديتوكس سيمانه جوج سيمانات ثلاثه سيمانات اولا شهر. نبداو 3 ايام، من بعد نقدروا نديروا سيمانه، من بعد نقدروا جوج سيمانات، على حسب كل واحد وشحال بغى يدير البروغرام ديال ديتوكس. تتكون من الخضر، الفواكه، اتاي وزيت العود. بالنسبه للناس اللي هما يلاه غادي يبداو لو بروغرام دو ديتوكس وما موالفينش يديروا البروغرام دو ديتوكس، تنحيدوا ليهم اربعه الحوايج اللي هما يا دو باز ما خصهمش يكونوا. شنو هما؟ يا السكر والمواد اللي غنيه بالجلوتين، يعني الشعير والقمح ولي بات، هادشي كامل تنحيدوه. شنو اللي تيبقى في السكريات البطيئه؟ تيبقى العدس، الفول، الحمص، اللوبيا، الجلبانه، والرز والذره. بالنسبه للحليب والمشتقات الحليب تما تنحيدوهم وجميع الانواع ديال اللحوم الحمراء. اذا هنايا بصفه عامه شنو تيبقاو لينا؟ تيبقى لينا الحوت، يعني الحوت ما خصوش يكون مقلي، وتيبقى لينا الدجاج، وتيبقى لينا بيبي. الى عجبتكم لا فيديو ضغطوا على اعجاب او لا لايك او لا جيم. الى كنتو جداد مرحبا بكم، ما تنساوش انكم تضغطوا على سبسكرايب او لا سابوني او لا اشتراك باش يجيكم الجديد ديال القناه.